بالنسبة يعني الحديث في صحيح مسلم، كان رسول الله إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وسؤال سأله، أي يعني يجوز للمأموم إن هو يعني يؤمن، يعني الإمام مثلا يدعو بصوت عالي والمأمومون يؤمنون خلفه بصوت مرتفع؟ لم يرد. لم يرد، يعني في سر، يعني في سر الإمام. نعم لم يرد. أيوه. طيب نعم، هل يجوز بس سيدنا في الفريضة؟ يعني في الفريضة ولا الكلام ده في النوافل بس؟ والله الظاهر انه في الفريضه والنافله، لان عمر رضي الله عنه دخل وعبد الله بن السائب يقرا في صلاه العشاء وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال عمر باعلى صوته اشهد،